استقبل سمو الرائد ركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة بقاعدة عيسى الجوي عددا من المشاركين في لمجموعة قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. ورحب سمو الرائد ركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة برجال مجموعة قوة الواجب الخاصة بقوة دفاع البحرين معربا سموه عن شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائما من تفان وجهد مخلص مثمنا سموه تضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام في تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة. حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين.